السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم وصفه جديده. ما كاينش اللي ما كيبغيش لي بات، ما كاينش اللي ما كيحمقش على التاغلياتي، بالخصوص لا كانت كاربونارا. كما شفتوا صراحه كتجي غزاله، كتجي بنينه لواحد الدرجه ما تصورش. انا بعدا كنحمق عليها، انا من لي فان ديال لي بات. وكل شيء كيعجبوه صغار كبار، يعني ما كاينش اللي ما كيعجبوش. غادي نخليكم مع المقادير، وكنتمنى تابوناو في لاشين يوتيوب، وما تنساوش من لي جيم ولي كومونتير. واللي صوبتها وعجبتها كنتمنى ترجع وتخلي كومونتير وتقول لي كيفاش جاتها. وكنتمنى الفيديو يكون خفيف على قلوبكم، وراه ما طويلش بزاف، سهل ودغيا اصلا هي كتوجد. وما تنساوش تزوروني في الانستغرام ديالي اللي هو هدوي ام قابل، كنحط فيه الوصفات اللي كنحط هنا في اليوتيوب وكنحطهم مكتوبين، فكنتمنى تزوروني فيهم. غادي نبداو في المقادير. بعدا كنديروا مقيله كتسخن فيها زبيده، وهنا ديجا كنكون شديت الطاغلياتيل ديالي اولا سباغيتي اولا اللي كان عندكم. ديروها، ديروا الماء يغلي، ديروا شويه الملحه وزويته وسلقوهم فيها عادي كما كتسلقوا اي بات. هنا كما كتشوفوا زدت على فوق ديك الزبده الشامبينيون، اللي ما عندوش فري يمكن له يستعمل الكونسيرف، ما الفري كيجي زوين صراحه. زدت عليه الشاركوتري اللي هو الدان فيومي، اللي ما عندوش يمكن له يعوضه باي نوع بغا. ودرت تما شويه ديال الثومه، الثومه مطحونه مع الزيت، زيت روميه عاديه كنخليها في بيبون، كنبقى كنخدم بها هكا براتيك حسن ما تبقى تقشروا كل وحده في، يعني كل مره فتجيو طيبوا شي حاجه عاد تقشروا الثومه، كنظن هكا حسن. طحنوها مع زويته وخليوها في بيبغونه، ما كتخسر ما كيوقع لها والو، واخا ما ديروهاش في الثلاجه ما عنده ما يوقع لها. صافي كنبقى كنخدم بها عادي هكايا. غادي نصوطي مزيان ديك لادان فيمي ديالي والشامبينيون. في هاد الاثناء التاغلياتيل ديالي راه هي كتغلي صراحه، 10 دقائق كتكون واجده. هاد الاخر يعني سهله، كتجي بنينه سهله وما غاليهش بزاف، ما كطيحش غاليه بزاف كما شتي. وكنبقى هكايا كنشحر في ديك الشامبينيون ديالي هو الدان فيمي. الدان فيمي راه ديجا طايب، يعني غير شويه كيطلق البنه ديالو مع الشامبينيون صافي. يعني البنه ديال هاد لاغوسيت في ديك ديك الشيء اللي كيلصق في المقله صراحه كتجي غزاله، كنصحكم تجربوها. غادي تدعيو لي ان شاء الله. واللي مازال ما تابونات في لاشين اش كتسنى؟ هبطي تابوناي وفعلي الجرس باش يوصلك الجديد، كاين بزاف جاي ان شاء الله. هنا كيما شفتوا كنخوي عليها لا كريم كويسون ديالي، يعني الكريمه عاديه ماشي ديال لي طارت ديكشي، كريمه ديال الطبخ. راه البنات كاينه في لي سوبر مارشي كاينين صغار كيديروا غير 12 درهم، يعني الا كنتي غادي تصوبوا غير وحده مثلا فرديه شريو غير هذيك ديال 12 درهم وخدموا بها وخلاص. لا كنتي عائله بامكانكم تاخذوا ديك الكبير اللي كيكون فيها عطرو صافي. هنا كما كتشوفوا زدت عليها سير بوفر مليحه وبزار. هنا البنات تلاحظوني انا ما نورمالمون هاد كاربونارا كتزاد عليها صفر بيضه، يا اما كتكون مخلطه على حسب اللي ما كيبغيش صفر خضر، صفر خضر صفر د البيض خضر، ثلاثه د الالوان في دقه واحده قلت صفر بيض خضر. اللي ما كيبغيش البنات صفر خضر، يعني حيتاش هاد لي بات نورمالمون كتحط صفر بيضه حتى كطيب وكتسالى كتحط صفر بيضه فوق لي بات، يعني حتى كدريسه في الطبصيل عاد كنحطو صفر بيض، يعني هكا نورمالمون في لي غوستون. حنايا المغاربه ما بغيتيش علينا هكاك خضر بزاف، يعني كاين اللي كنشدو ديك صفر بيضه كيقول لك حرك هادي مع هاد الخليط هذا، وكاين اللي كيقول لك بلا ما ديرولي، سواء درتيوه الا درتيوه كيعطي بنه. وما كنظنش شي وحده يعني فيكم غادي تبغي تخليه خضر من الفوق هكاك فوق لي بات، وعاد فاش تجي تاكل عاد طرطق ديك الصفر وتاكل. انا مني وجبد ما كيعجبنيش هكاك صراحه،
المهم انا دخلت مع هذا الصوص ديالي، نتوما الا ما بغيتيوش تخلطوه ما ديروهش كاع صراحه، هكا راه زوين كتجي زوينه يعني، سواء ديك صفر بيضة زدتيها او لا لا يعني ما ضرش. كيما شفتوا بعد ما صفيت ديك الطاجلياتيل ديالي طابت ليا مزيان وصفيتها، خويتها على الصوص ديالي اللي وجدت، بنينة صراحة. كان مونتي هذا الفيديو ما كرهتش كون كنت حدايا شي تفصيل قصه الناكل فيه، صراحه كتعجبني بزاف. وان شاء الله غادي نحط لكم الانواع ديال لي بات كاملين في لاشين، يعني غير كل مره نحط لكم. ديجا حطيت اللازاني، جوج الانواع بولونيز وفخوي دماغ، دابا حطيت لكم تاكلياتيل الكربونارا، عاوتاني نولي نحط لكم انواع وحدين اخرى ان شاء الله. صافي كيما شفتوا هي وجدات، ما خدتناش حتى يعني، راه الفيديو كي صورته صراحه ما نقصت منه حتى شي حاجه، ما عاد فاش كنت كنصفي التاكلياتيل اللي نقصته وصافي. يعني في 6 دقائق كيما كتشوفوا الفيديو دابا وصل لي 6 دقائق و 35 ثانيه راها كانت واجده. صافي من الفوق كنزيد شويه ديال البارميزان، بامكانكم تزيدوه مع الصوص ولا ديروه من الفوق اللي بغيتيو، يعني اختياري، هكا احسن كيجي باين من الفوق. وعاد ما حدكم كتاكلوا نتوما كتخلطوا. كنتمنى الفيديو ديال هذا النهار يكون عجبكم، وكنتمنى كي قلت لكم تابوناو في لاشين يوتيوب، وخليت لكم الراحه وغادي نخليكم مع التصاور، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي عليكم.